كنت واقفه في هذه البلاصه، كنت جالسه هنايا في هذه البلاصه هذه، كنهضر مع بنتي، كنصايب لها حويجاتها، بغيت نخرج انا وياها، والاخرى بغيت نخليها في الدار. حتى كنسمع حتى تهزات بيا الارض، الارض كلها تهزات بيا، ما بقيتش عرفت باش تبليت. وبنتي وحده هربت لي، الاخرى هربت لي لداخل، وليت كنخصني غير بناتي نجمعهم نخرجهم على برا. ما بقيتش عرفت باش تبليت، وليت كنغوت كاع عباد الله عتقوني، عباد الله عتقوني. هما الدراري اللي جاوا مساكن ديال الكوافور هما اللي خرجوا معايا الدريات، الدريات طاحوا ليا في الارض، سخفوا ليا، ما بقاوش قدروا مازال ينوضوا. السبب هو الشوديره ديال المصبانه، الشوديره البارح شعلت العافيه، البارح شعلت العافيه وما صلحش، وجا اليوم عاوتاني جالس كيصلح. كان البارح يجيب مني شعلت العافيه يجيب المعلم، البارح شعلت العافيه بعدا وعيط لي السيد باش جا طفى ديك العافيه ديالو. مع ديك الجوج ديال النهار العافيه شاعله هنايا طالعه مع الشرجم، وجا طفى العافيه ومشى بحالات، وخلى لي انا هنا سخونيه بحال الفران، كندير يديها هكا وكتطلع لي سخونيه. واليوم تفرقعت لي الدار، انتم كتشوفوا هذا الشيء اللي واقع عندي هنايا. البنيه طاحت لي تما كاينه، ما عرفتش توعتات. المهم صيفطها يديروا لي الراديو وشوفوا لي شنو واقع فيها. كنخلي بناتي بوحدهم هنا وكنخرج نمشي نخدم، كنت غادير الخدمه ديالي انايا، كون خليتهم هنا بوحدهم كانوا سخفون ما عرفتش شنو وقع فيهم. البنيه الاخرى هي حتى هي تخلعت، حتى هي مخلوعه بزاف، مصدومه، ما باش كاع تهضر.